السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نصلي فنحن نحاول أن نتقرب إلى الله تعالى، وحتى نتقرب إلى الله يجب علينا أن ندعو الله في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز كل دعاء دنيوي ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، واتفقوا على أن الدعاء بالمأثور أفضل من غيره، ودليل الجواز قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من المسألة ما شاء وما أحب، رواه مسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسرة. إلا أنه دعا في السجود بغير ذلك صلى الله عليه وسلم مثل: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. ودعا أيضا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم أصلح قلبي وعملي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه.